آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورد على لسان الحقائق الإلهية: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، بلغ أهل الأرض أني حبيب من أحبني وجليس من جالسني ومؤنس لمن أنس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني ومطيع لمن أطاعني. ما أحبني أحد من خلقي، عرفت ذلك من قلبه، إلا أحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي. من طلبني بالحق وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها، وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي، وآنسوا لي أوانسكم وأسارع إلى محبتكم. قال سبحانه: حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. وقال سبحانه: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، من أحب حبيبا صدق قوله، ومن رضي بحبيب رضي فعله، ومن وثق بحبيب اعتمد عليه، ومن اشتاق إلى حبيب جد في السير إليه. يا داود، ذكري للذاكرين، وجنتي للمطيعين، وحبي للمشتاقين، وأنا خاصة المحبين. روي أنه لما رفع الله تعالى إبراهيم الخليل في الملكوت قوى الله بصره، فلما رفعه دون السماء حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين، فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فدعا عليهما فهلكا، ثم رأى آخرين فدعا عليهما فهلكا، ثم رأى آخرين فدعا عليهما فهلكا. فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم، اكفف دعوتك عن عبيدي وإمائي، فإني أنا الله الغفور الرحيم، لا تضرني ذنوب عبادي كما لا تنفعني طاعتهم، ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك، فاكفف دعوتك عن عبيدي وإمائي، فإنما أنت عبد نذير، لا شريك في المملكة، ولا مهيمن علي ولا على عبادي، وعبادي بين خلال ثلاث: إما تابوا إلي فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم، أو كففت عنهم عذابي
لعلمي بأنه سيخرج من أصلابهم ذريات مؤمنون، فأرفق بالآباء الكافرين، وأتأنى بالأمهات الكافرات، وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم، فإذا تزايلوا حل بهم عذابي وحاق بهم بلائي، وإن لم يكن هذا ولا هذا فإن الذي أعددته له من عذابي أعظم مما تريده به، فإن عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي. يا إبراهيم فخلي بيني وبين عبادي فإني أرحم بهم منك، وخلي بيني وبين عبادي فإني أنا الله الجبار الحليم العلام الحكيم، أدبرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري. وروي أيضا أنه لما رأى إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى رجلا يزني فدعا عليه فمات، ثم رأى آخر فدعا عليه فمات، حتى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا، فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم إن دعوتك مجابة، فلا تدع على عبادي، فإني لو شئت لم أخلقهم، إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف: عبدا يعبدني لا يشرك بي شيئا فأثيبه، وعبدا يعبد غيري فلن يفوتني، وعبدا يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني. وروي أنه لما أراد الله تعالى قبض روح إبراهيم عليه السلام بعث إليه ملك الموت فسلم فرد عليه السلام، ثم قال له: أزائر أنت أم داع؟ فقال: بل داع فأجب. فقال: هل رأيت خليلا يميت خليلا؟ فرجع حتى وقف بين يدي الله تعالى فقال: إلهي، سمعت ما قال خليلك إبراهيم عليه السلام؟ فقال الله عز وجل: يا ملك الموت، اذهب إليه وقل له: هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه. وورد على لسان الحقائق الإلهية: ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن، ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل، لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي، ولقامت سبع سماوات وأراضين بهما، ولجعلت لهما من إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنس سواهما. روي أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رب، ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وإن من عباد المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك.
وإن من عباد المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك، وما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. وورد أيضا عن الله تعالى: لولا أنني أستحي من عبد المؤمن ما تركت عليه خرقة يتوارى بها، وإذا أكملت له الإيمان ابتليته بضعف في قوته وقلة في رزقه، فإن هو حرج أعدت عليه، وإن صبر باهيت به ملائكتي. وقال سبحانه: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من عبادي من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى أستوفي منه كل خطيئة عملها، إما بسقم في جسده، وإما بخوف في دنياه، فإن بقيت عليه بقية شددت عليه الموت. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه حتى أوفيه كل حسنة عملها، إما بسعة في رزقه، وإما بصحة في جسمه، وإما بأمن في دنياه، فإن بقيت عليه بقية هونت عليه بها الموت. وقال سبحانه: إن من عباد المؤمنين عبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدن، فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن فيصلح عليه أمر دينهم. وإن من عباد المؤمنين لعبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم، فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم فيصلح عليه أمر دينهم، وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عباد المؤمنين. وإن من عباد المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده، فيجهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي، فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وإبقاء علي، فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه زار عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك، فيصير العجب إلى الفتنة بأعماله، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه، حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير، فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب إلي، فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي، فإنهم لو أتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي
كانوا بذلك مقصرين غير بالغين كنها عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع الدرجات العلا في جواري، ولكن برحمتي فليثقوا وبفضلي فليفرحوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا، فإن رحمتي عند ذلك تداركهم ومني يبلغهم رضواني ومغفرتي تلبسهم عفوي، فإني أنا الله الرحمن الرحيم، وبذلك تسميت. وقال سبحانه: إن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الشيء من طاعتي فأصرفه عنه مخافة الإعجاب. وورد فيما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: من انقطع إلي كفيته، ومن سألني أعطيته، ومن دعاني أجبته، وإنما أؤخر دعوته وهي معلقة وقد استجبتها له حتى يتم قضائي، فإذا تم قضائي أنفذت ما سأل. قل للمظلوم: إنما أؤخر دعوتك وقد استجبتها على من ظلمك لضروب كثيرة غابت عنك، وأنا أحكم الحاكمين. إما أن تكون ظلمت أحدا فدعا عليك فتكون هذه بهذه لا لك ولا عليك، وإما أن تكون لك درجة في الجنة لا تبلغها عندي إلا بظلمه لك، لأني أختبر عبادي في أموالهم وأنفسهم، وربما أمرضت العبد فقلت صلاته وخدمته ولصوته إذا دعاني في كربته أحب إلي من صلوات المصلين، وربما صلى العبد فأضرب بها وجهه وأحجب عني صوته. أتدري من ذلك يا داود؟ ذاك الذي يكثر الالتفات إلى حرم المؤمنين بعين الفسق، وذاك الذي يحدث نفسه أن لو ولي أمرا لضرب فيه الرقاب ظلما. قال الله سبحانه: لولا شيوخ ركع وشباب خشع وصبيان رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. وإن الله تعالى إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم الله جل جلاله: يا أهل معصيتي، لولا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلواتهم أرضي ومساجدي والمستغفرين بالأسحار خوفا مني لأنزلت عذابي ثم لا أبالي. يقول الله تعالى: إن أحب العباد إلي المتحابون بجلالي المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار، أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: أحسن الظن بالله
فإن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وورد أنه إذا كان يوم القيامة جيء بعبد فيؤمر به إلى النار، فيلتفت فيقول الله تعالى: ردوه. فلما أتي به قال له: عبدي، لم التفت؟ فيقول: يا رب، ما كان ظني بك هذا. فيقول الله تعالى: وما كان ظنك؟ فيقول: يا رب، إن ظني بك أن تغفر لي وتسكنني برحمتك جنتك. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني، ما ظن بي هذا ساعة من خير قط، ولو ظن بي ساعة من خير ما روعته بالنار. أجيزوا له كذبا وأدخلوه الجنة. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: ما اعتصم بي أحد من عبادي دون أحد من خلقي، عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن، إلا جعلت له المخرج مما بينهن. وما اعتصم أحد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من نيته، إلا قطعت له أسباب السماوات من يدي، وأسخت الأرض من تحته، ولم أبالي بأي واد هلك. وقال سبحانه: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، إلا قطعت أسباب السماوات والأرض من دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه. وما من مخلوق يعتصم بي دون أحد من خلقي، إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن دعاني أجبته. وورد في بعض الكتب أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي، لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس، ولأكسونه ثوب المذلة بين الناس، ولأنحينه من قربي، ولأبعدنه من وصلي، أي أمل غيري في الشدائد، والشدائد بيدي، ويرجو غيري، ويقرع بالفكر باب غيري، وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها؟ ومن الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، وأمرتهم ألا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي. ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني؟ فما لي أراه لاهيا عني؟ أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعته منه فلم يسألني رده وسأل غيري. أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة،
ثم أسأل فلا أجيب سائلي. أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أولست أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثلما أمل الجميع، ما انتقص من ملكي ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.